هيا هيا نتعلم معي. هاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ صحة؟ الحمد لله. أنا معلمة بخير الحمد لله. هيا اليوم سندرس عن الأرقام والأعداد. الأرقام والأعداد، ما معنى الأرقام والأعداد؟ باللغة الملايوية نمبو dan bilangan. Ha, nombor apa nak belajar hari ini? Hayya. Ha, sab'ata asyara ila 'ishrun. 17 hingga 20. Hayya, nata'allam ma'i mu'allima Rashida. Hayya. ما هذا الرقم؟ عشرة، سبعة، كم؟ سبعة عشرة، سبعة عشرة، سبعة عشرة. نعم، هيا. ما هذا الرقم؟ عشرة، ثمانية، كم؟ ثمانية عشرة. هيا نذكر معي، ثمانية عشرة، ثمانية عشرة. انظر، ما هذا الرقم؟ عشرة، تسعة. إذن تسعة عشرة، تسعة عشرة، تسعة عشرة. وأخير، ما هذا الرقم؟ هيا تعال. ها، عشرة زائد عشرة، كم؟ عشرون. الحمد لله. إذن هل تذكرت ما درسنا اليوم؟ أدي نأتى أبو كتب أجر سبتتني. هيا نعود، ماذا درسنا اليوم؟ هيا. سبعة عشرة. ثمانية عشرة. تسعة عشرة. وأخير، عشرون. الحمد لله، انتهينا دراستنا اليوم. إن شاء الله سنراكم في مرة أخرى. شكرا جزيلا، مع السلامة.
وإلى اللقاء.